خبر أيضا لفت انتباهنا، يقول مطالب نيابية بإعطاء أولوية التعيينات في القطاع العام للأكبر سنا. هذا الموضوع كان على رأسه سعادة النائب علي الطراونة، سعادة الدكتور علي الطراونة، اللي عنده وجهة نظر في هذا الموضوع. خلونا نسمع وجهة نظره وشو اللي بده إياه سعادة النائب، وهو رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الطراونة. سعادة النائب صباح الخير. صباح النور يا سيدي. يعطيكم العافية دكتور. دكتور بدي أسمع وجهة نظركم فيما يخص أنه أنتم طالبتوا أنه التعيينات في القطاع العام تكون للأكبر سنا، شو الفكرة؟ يا سيدي العزيز، أول شيء الله يصبحك بالخير وجميع المستمعين معك، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. أنت بخير يا سيدي. الله يسلمك يا سيدي العزيز. بداية يعني إحنا نعرف أنه الديوان الخدمة المدنية في حوالي 423 ألف طلب حسب ما يروي ديوان نفسه ديوان الخدمة المدنية. نعم صحيح. طبعا السنة الماضية إذا أنتم سمعتوا أكيد يعني هذا شيء معروف أنه ديوان الخدمة المدنية تم سحب 115 ألف طلب، وعملنا حلقة عن الموضوع أيامها صحيح. نعم، ووصولوا إلى 48 أنه هذول كبروا هذول الناس وخلص يعني ما راحت. نعم. عليهم. والسنة هاي كمان نفس الإشي، سحبوا حوالي 10,000 طلب، ومثل ما بقولوا الحبل على الجراف. لكن إحنا كان إلي وجهة نظر أنا كرئيس لجنة إدارية، واجتمعنا أكثر من مرة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية ومع المعنيين بهذا الأمر. قلنا يا سيد العزيز، مدام الآن هذا الأمر أنه متكرر سنويا، ليش إحنا ما يكون في عنا خطة خلال الأعوام القادمة لتخفيف هذا العدد، ويعني إذا في سحب لطلبات ديوان الخدمة من ديوان الخدمة المدنية يكون أعداد قليلة. أنه قلنا يا سيد العزيز أنه بالتشكيلات جدول التشكيلات لعام 22 و23 و24 القادمات إن شاء الله، أنه يكون الأولوية في التعيين لكبار سن أو كل من تعدى عمره فوق 30 سنة في جميع مؤسسات الحكومة الأردنية، وهذا طبعا بيؤدي إلى تخفيف البطالة، تخفيف الأعداد هاي الموجودة في ديوان الخدمة المدنية، وفيها نوع من أنواع الإنصاب، لأنه مش معقول أنا إلى 15 سنة مقدم ويجي واحد يقدم له سنة يأخذ مكانية، يعني اللي سحبوا أرقام 26 سنة. يعني طيب أنا يعني لما كان عمري 22 سنة وخلصت من الجامعة وقدمت حسب التعليمات والأنظمة الموجودة في ديوان الخدمة المدنية، وصار العمر يمشي بالتقادم، ولا ديوان الخدمة المدنية أعطاني وظيفة ولا استنكفت أصلا يعني. فصار عمري 48 سنة، يعني مش بإيدي هذا عمر يعني، لكن أنت ما أخذت أنا فرصتي. طيب إحنا ليش ما يكون إحنا يعني في حلول أخرى؟ ليش أنا مثلا اللي خريج 97 و98 أعطيه يتنافس بدور تنافس مع خريج 2017 ولا 2018؟ يعني كمان فيها وجهة نظر تختلف شوية، أنه يا عمي أنا المعلومات القديمة نسيها يعني، أنا معلوماتي عملية هلأ، بس أنا ناسي شو درست في الجامعة، واحد متخرج مبارح ومتذكر 100% يعني. فهذا الأمر انطبق على سبيل المثال على خريجين أو الكشف التنافسي لعام 2019 من سنة 2019 قدموا امتحان التنافسي، وتعرف في سنة كورونا صارت ما صار فيها تعيين. 2021 برضو يعني ما صار تعيين، إلا أنه بعد ما على ملحق الموازنة تم تخصيص مبلغ معين لهذه الفئة بالذات. كويس، ولكن احنا مشكلتنا في ديوان الخدمة، وهذا شيء يعني موجود، يعني احيانا تجد انه الحالات الاستثنائية، الحالات المرضية، الحالات، امبارح طلع لي المصطلح جديد او انا اول مرة بسمع به، يعني انه الحالات الانسانية 7 اصناف، منها حالة ملحة، منها حالة عالقة، منها يعني في امور كثيرة. فلذلك يعني احنا من باب الانصاف قلنا يا عمي مش مشكلة، اعطي حالة إنسانية، اعطي اللي بدك إياه زي ما بتشوف وجهة نظرك أنت كرئيس ديوان الخدمة المدنية وكحكومة، لكن يكون لكبار السن
فرصة أيضا بالتنافس بهذا الموضوع. طيب شو حكوا لكم ديوان الخدمة المدنية لما اقترحتوا هذا الاقتراح ولا ما اقترحتوا عليهم مباشرة؟ لا أنا اقترحته مباشرة على رئيس ديوان. شو كان رأيه؟ شو كان رأيه؟ كان وقبل تقريبا 3-4 أسابيع أنا اقترحت هذا الاقتراح على الحكومة يعني تحت القبة، يعني هذا كان مداخلة إلي تحت القبة، أنه وجهت الكلام لدولة الرئيس ولا الوزراء المعنيين أنه يا عمي اعطوا أولوية التعيين لكبار السن اللي أعمارهم فوق 30 سنة حتى يتسلموا من المسير مع حل. كويس، هو تقبل الفكرة، عجبته الفكرة ولا ما رفضها؟ لا والله للأمانة هو مع هاي الفكرة، بس أحيانا بقول لك أنه أنا في ظروف، بقول لا يا عمي حتى الظروف الآن أنا بسوي بعملها حالة استثنائية لمدة 4-5 سنوات على جداول التشكيلات القادمة، أنا بخفف من الأعداد. يعني احنا كلجنة إدارية اقترحنا هذا الأمر وعملنا فيه كتاب بتوصيات للمجلس الوزراء على أساس أنه يتم توجيه ديوان الخدمة المدنية وباقي المؤسسات على تمشي بهذا الموضوع. يعني أنت حاسس على النائب أن الأمور راح تتجه بهذا الاتجاه، راح يوافقوا وتمشي الأمور هيك ولا؟ والله نتمنى، يعني دائما وأبدا الإنسان يتمنى يعني الشيء الكويس والشيء والطرح الجميل، ولكن ما تعرف شو آخر شو بصير بستجد ظروف. طيب وصلت الفكرة. للأمانة هذا للمطلب يعني هو مطلب حق ومطلب يعني إنساني بالدرجة الأولى. كل الاحترام سعادة النائب الدكتور علي الطراوني رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب. نهارك سعيد يا سيدي ويعطيكم العافية سعادة النائب. الله يعطيك العافية. شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.